أهلا وسهلا بكم مجددا. اليوم سوف نتعلم كيفية إدراج صفحات إلى الواجهة الأمامية للموقع لكي تظهر بهذا الشكل. فكما نلاحظ مثلا هنا لدينا صورة، هذه الصورة تسمى الصورة البارزة، أي هي الصورة الرئيسية للصفحة، وهنا يظهر عنوان الصفحة ومحتوى الصفحة. فكيف يمكننا تغيير كل هذا وإدراج الصفحات التي نريد إلى الواجهة الأمامية؟ بداية قمت بإنشاء الصفحات التي أريد إضافتها من خلال خيار الصفحات، ثم أضف جديدا. أضفت هذه الصفحات كما فعلت في الفيديو الماضي، وأيضا قمت بإضافة صورة بارزة لهذه الصفحة. فإذا مهم إضافة صورة بارزة لكي يظهر لدي هذا التأثير، حيث تظهر هنا الصورة البارزة للصفحة ومحتوى الصفحة. فإذا ضروري جدا إضافة صورة بارزة للصفحة. قمت بإضافة صورة بارزة لكل الصفحات، والآن سأريكم كيفية إضافة صورة بارزة لهذه الصفحة التي عنوانها ينتظرك مستقبلا أفضل وأنت تستحقه. فإذا سأقوم بالنقر على تحرير، وسأقوم بالذهاب إلى القسم اليساري من لوحة الإدارة، والانتقال إلى قسم الفرعي الصورة البارزة للصفحة، وثم سأقوم بالنقر على تعيين الصورة البارزة للصفحة. هنا تظهر لي الصور التي قمت بتحميلها إلى مكتبة وسائط الموقع، وأيضا يمكنني رفع صورة. لا أريد رفع صورة، سأختار من مكتبة الوسائط، سأختار هذه الصورة، حيث يمكنني هنا كما تعلمنا سابقا إضافة عنوان لهذه الصورة ونص بديل لهذه الصورة، وثم سأقوم بالنقر على تعيين الصورة البارزة للصفحة. ستظهر لدي الصورة هنا. إذا أردت تغيير هذه الصورة يمكنني إزالة هذه الصورة، وثم أيضا نقر على تعديل واختيار أي صورة أخرى، والنقر على تعيين الصورة البارزة. سأبقيها كما هي، ومهم جدا أن أقوم بالتحديث. فإذا قمت بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية الواجهة الأمامية للموقع، سأجد أن لا يوجد أي تغيير، فالصور السابقة ما زالت موجودة في الصفحة الرئيسية، ولم تظهر الصفحات والصور الجديدة. لأن علي الآن القيام بخطوة إضافية لكي تظهر هذه الصفحات، فبداية سأقوم بالنقر على مظهر واختيار تخصيص. فإذا مظهر تخصيص، وسأقوم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية الثابتة. سأتأكد أن خيار الصفحة الثابتة تعرض الصفحة الرئيسية، وتم تحديد خيار الصفحة الثابتة، و اختيار الصفحة الرئيسية التي أريد تحديدها، التي أريد وضعها في الموقع. في الصفحة الرئيسية هي صفحة أقوى معا، وهي الصفحة التي قمنا بإنشائها في المرة الماضية. طبعا هذه الخيارات محددة، فإذا الآن سأقوم بالذهاب لخيار خيارات القالب، وأقوم بوضع الصفحات التي أريدها أن تظهر في الصفحة الرئيسية. فمثلا في القسم الأول أريد أن تظهر صفحة لديك كل ما تحتاجه للوقوف على قدميك مجددا. في القسم الثاني من الصفحة سأقوم باختيار صفحة أخرى، وأنت يمكنك اختيار الصفحات التي قمت بإنشائها في موقعك. مثلا هنا فإذا قمت باختيار صفحة في كل قسم من الموقع، والآن سأقوم بالنقر على حفظ ونشر، إغلاق نافذة التخصيص. إذا الآن قمت الآن بالتحديث، ولي أرى التغييرات التي قمت بها للتو. فنلاحظ ظهور الصورة البارزة لكل صفحة مع محتوياتها بهذا الشكل الجميل.
فإذا اليوم تعلمنا كيفية تخصيص الصفحة الرئيسية لقالب ووردبريس الافتراضي، وفي الفيديوهات القادمة سنتعلم حول مقالات ووردبريس وكيفية تغيير قوائم وويدجات ووردبريس. إلى اللقاء.